هل الاهلي بحاجه الى التعاقد مع حراس مرمى جدد، ام انك ترى ان من يتواجد حاليا بجميع اسمائهم هم من سيتمكنوا من قياده هذا المركز خلال الفتره المقبله؟ رؤيتك فقط لا غير. أكيد بالتأكيد أنهم لدينا لاعبين رائعين في هذا المركز ويؤدوا بشكل جيد ويقدموا أداء رائع، وأعتقد أنهم نكن لهم كل الاحترام وهم بالفعل يقدموا أداء رائع. وأؤكد لكم أن يوجد من الشباب أيضا ما يستطيع أن يقدم الكثير لهذا الفريق. أعتقد أن حراسة المرمى في الأهلي بشكل جيد، وكما تعلمون أن كرة القدم بها الكثير من الانتقالات، من المحتمل أن يقوم حارس المرمى بتلقي عرض جيد في مكان آخر، ولكن أؤكد لكم أنهم قادرون على ذلك، ونحن لدينا في الشباب مهارات رائعة. وأؤكد لكم أيضا أن في من الشباب أيضا الكثير من الشباب الذين يؤدوا مباريات رائعة، وهم شباب جاد جدا ويقومون بعمل رائع. وأؤكد لكم مرة أخرى، من الممكن أن يبدي أحد حراس المرمى رغبته في المغادرة، فلن نستطيع فإن كان لدينا 4 أو 5 حراس مرمى نحن في حاجة لهم، لأننا لدينا الكثير من المباريات، والفريق الأول يشارك في الكثير من المباريات في البطولات الأفريقية سواء المحلية، ولا ننسى عامل الإصابات أيضا لأنه يؤثر بشكل كبير على تواجد حراس المرمى، لكنهم يؤدون بشكل رائع.